ملوك الثاني 22 كان يشيء ابن 8 سنين لما ملك، وملك 31 سنة في أورشليم. واسم أمه يديدة بنت عدايا من بصقة، وعمل الدغري في عينين الرب ومشي في كل طريق داود أبوه ومحوتش يمين ولا شمال. وفي السنة 18 للملك يوشيا بعد الملك شافان ابن أصليا ابن مشلام الكاتب لبيت الرب يقول: اطلع لحلقيا الكاهن العظيم فيحسب الفضة اللي متدخلها لبيت الرب اللي جمعها الحراس بتوع الباب من الشعب، فيدفعوها الايد اللي بيشتغلوا الشغل اللي متوكلين على بيت الرب، ويدفعوها لعمال الشغل اللي ببيت الرب عشان ترميم فتحات البيت للنجارين والبنايين والنحتين، وعشان شراء اخشاب وحجارة منحوتة عشان ترميم البيت. لكنهم ما حسبوش على الفضل المدفوع لديهم لانهم اشتغلوا بامانة. فقال حلقي الكاهن العظيم لشفان الكاتب: لقيت كتاب الشريعة في بيت الرب. وسلم حلقي الكتاب لشفان فقرا. وجي شفان الكاتب للملك ورد على الملك وقال: فرغ العبيد بتوعك الفضة اللي موجودة في البيت، ودفعوها الايد اللي بيشتغلوا الشغل الوكلة بتوع بيت الرب. وبلغ شفان الكاتب الملك: اداني حلق يا كاهن كتاب. وقرأ شفان قدام الملك، فلما سمع الملك كلام كتاب الشريعة مزق هدومه، وأمر الملك حلق يا كاهن وأخيقام ابن شفان وعقبور ابن ميخا وشفان الكاتب وعسايا عبد الملك: روحوا اطلبوا من الرب عشان خاطري وعشان خاطر الشعب وعشان خاطر كل يهوذا من ناحية كلام الكتاب ده اللي اتلقى، لأنه عظيم هو غضب الرب اللي ولى علينا عشان خاطر إن أبهاتنا ما سمعوش لكلام الكتاب ده لجل ما يعملوا حسب كل اللي هو مكتوب علينا. فراح حلقي الكاهن وأخيقام وعقبور وشفان وعسايا لخلدة النبية مرات شلوم ابن تقوى ابن حرحس حارس الهدوم، وهي ساكنة في أورشليم في الجزء الثاني، وكلموها فقالت لهم: كده قال الرب إله إسرائيل، قولوا للراجل اللي بعتكوا ليا: كده قال الرب، أهو أنا جالب شر على المكان ده وعلى السكان بتوعه كل كلام الكتاب اللي أراه ملك يهوذا، عشان خاطر إنهم سابوني ولعوا الآلهة تانية عشان يغزوني بكل عمل إيديهم، فيولع غضبي على المكان ده وما يطفيش. وأما ملك يهوذا اللي بعتكوا عشان تسألوا الرب، فكده تقولوا له: كده قال الرب إله إسرائيل من ناحية الكلام اللي سمعته، عشان خاطر إن قلبك رأى وتوضعت قدام الرب لما سمعت اللي اتكلمت بيه على المكان ده وعلى السكان بتوعه إنهم يبقوا دهشة ولعنة، ومزقت هدومك وعيطت قدامي، أنا كمان سمعت بيقول الرب، عشان كده أديني أضمك لأبهاتك فتضم للقبر بتاعك بسلام وما تشوفش عنيك كل الشر اللي أنا جلبه على المكان ده. فردوا على الملك الجواب: